أن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عيني. حضرتك بتتريق؟ أنا بتريق لأني عارف. عارف؟ جلال جلال أرجوك ما تخبيش عليا. سامي فين؟ لا ما أعرفش. لا عارف ولسه قايل إنك عارف. سامي فين يا جلال؟ ربنا انا مدب وهعيش جعس وهموت حمار ولا هتتبل في بقي فوله. جلال ارجوك سامي فين يا جلال؟ هو حر بقى يتصرف بمعرفته. سامي اخوكي مع واحده حلوه زي القمر. بتقول ايه؟ بقول لك جات الجرنان وخرجت معاه تتفسح. ادي يا ست اخوك اللي انت خايفه عليه. الست دي مين؟ شكلها ايه؟ معرفش مين بس هي شكلها بيضه وشقره حل من على حبل المشنقة وعليها كل كلاكس وكلاكس يخلي الجسم أشعر. اسمها ايه؟ ايوة اسمها فلة بنفسج نرجس؟ ايوة نرجس. نرجس يبقى هي الست اللي جابت المحفظة وجات البيت. ايوة هي قالت كده. جلال ايه؟ جلال الست دي وراها سر. ايوة وراها سر. جلال يا نفوخي مش ممكن يكون ضربني بايد 100% ضربني بترماي. بلاش تهويل بقى يا سمسم جت سليمه. انا حاسس ان مخي بيلق جوه دماغي زي ما اكون لابس جزمه واسعه. اللي هيخلص على بقيتي ان انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه. بعد الشر على بقيتك يا سمسم. يا بقيتي. معلش يا حبيبي انا هقول لك عايزين ايه. عايزين نقطة الابحاث بتاعت بابا واللي بعتهم اسمه مفتاح. بتقول ايه؟ مفتاح سابوا كارثة مكتوبة عليه مع تحيات مفتاح. كمال العقيد كمال انت بتعمل ايه؟ هتصل بيه. هو قال لي لما يتصل بيك حد اسمه مفتاح اديني خبر. استنى بس لما نتفاهم. انا مش عايزة كمال يعرف حاجة من اللي حصل دلوقتي يا سامي. شهيرة انت مخبية عليا حاجة. ايوه مخبيه عليا حاجه. بتديني المعلومات بالقطاره. في حاجات كتير انت عارفاها ومش عايزه تقولها لي. شهيره انا الموضوع ده خلاني اشك في كل انسان حواليا. حتى انا يا سامي؟ ايوه انت كمان. كلكم متفقين عليا. والدليل على كده مش عايزين ابلغ العقيد كمان. يا سامي اسمعني. كمان لو عرف ان نقطة ابحاث بابا العصابه بتدور عليها وانها معايا ساعتها لو طلبها مني مش هقدر اقول له لا. والمانع انك تسلميها للبوليس. لو سلمتها له والعصابه عرفت كده هيضيع علينا فرصه كشفها وهنفضل في الدوامه اللي احنا فيها. بس دول اتغيروا وممكن يقتلوا اي حد فينا. ما تخافش طول ما نقطه الابحاث معانا هم اللي هيحافظوا علينا. خلاص انت ما تقعديش في الفيلا دي لوحدك. يا لئيم امال عايز مين يقعد معايا؟ انا بتكلم جد. انت لازم تسيبي الفيلا دي فورا وتيجي تقعدي مع منى اختي. وين؟ مش هتحبي اقعد معاكم. هروح اقعد مع جلال في شقته. خايفه من ايه تاني؟ انا اخاف منك يا سمسم. ده انا بثق فيك اكتر ما بثق في روحي. انت معنى عظيم في حياتي. بلاش الكلام ده. انت ربنا بعتك ليا عشان تغير حاجات كتير في حياتي. انا مؤزم. مؤزم علشان بقول لك حقيقه شعوري يا سمسم. حقيقه؟ ليه بس يا حبيبي؟ اصل انا ندي ما استحقش ثقتك وحنيتك. النهارده كنت مع واحد. واحدة ست؟ امال يعني واحدة راجل؟ شهيرة الست دي مع العصابة. ايوه مع العصابة. كلمتني عن النوتة بتاعت الابحاث وانا ما فهمتش. غبي انا. كنت فاكر انها معجبة بيا عشان سواد عيوني. تستاهل الخطة اللي خدتها على نافوخك و100 خبطة كمان. وعلى فكرة انا مش هقول لك على حاجة مهمة لقيتها النهاردة. ورب ممكن ما قلتيش. على ايه؟ ما بتاعت العصابة عايزاك. معلش قولي والنبي. طب بص قبل ما توصل العصابه بشويه بالصدفه لقيت النقطه بتاعت الابحاث بتاعت بابا وخبتها. فين؟ مش هو ده المهم. المهم ان انا لقيت جنبيها شنطه زي شنطه بابا اللي كان ماسكها في ايده بالظبط ولقيت جواها وصيته ووصيه التامين على حياته معموله قبل الحادثه بيومين. يعني كل شيء كان مترتب للحادثه. ولقيت كمان جواها الاجنده دي. بذمتي وديني انتوا عيله مجانين. الدنيا طارت عشان ما نستناش الاسانسير وننزل 6 ادوار على رجلينا. لازم ابلغ البوليس لازم. وهتقولي لهم ايه؟ دوروا على اخويا اللي بيتفسح مع واحده ست. مش مساله ست. الست دي شكلها كان مريب وانا كدبت احساسي. ليه ما تكونش بالعصابه؟ جلال تعرف الظابط اللي بيروح له سامي؟ لا
طب اسمه ايه؟ اسمه برضه معرفوش. ايه ده انا اللي انت هتقعدي تهزقيني بقى طول الليل عشان معرفش اسم الظابط؟ ثم عايزاني اعرف اسمه ليه؟ هنسبه؟ ادي احنا احتاجناه. وانا هنجم ان احنا هنحتاج له؟ اهلا. بديها بقى وتكمل على تمنها وتجيب لنا بسكليتة بدل الفضايح دي. بقول لك ايه، هندي زوبة زقة. خش اروح انادي البواب. اقدر اقدم اي خدمه؟ العربيه عطلانة. اي خدمه تانية؟ ميرسي. عمرها ما عملتها. ده كان زي الساعه. انا مره كنت مين الراجل ده؟ تتعرفيه؟ لا. ده هو اللي قابلني عند المشرحة ودور العربية. ايوه هو. ايه ده؟ العربية دارت. هو برضو اللي دورها. ايه الحكاية؟ كل ما العربية تعطل مني يدورها لي. ده مضطهدني بقى. ولا قاطرني. وجدتوها. وجدتوها. ايه؟ مالك عامل زي ارشميدس كده؟ شايف الاسم اللي عليه العلامة الحمراء ده؟ اسمه فؤاد. طب وايه يعني؟ زي اي اسم تاني في الاجنده. العنوان بيروت. اسمه فؤاد ده بيروت. أنا مش فاهمة حاجة. أكيد باباكي اتصل بيه لما راح بيروت. ما كانش كمان يعرف هو فين. هو ممكن ومش ممكن. أنا لازم أسافر بيروت فورا. تاني؟ أنا حاسس إن عصمة فؤاد يعرف حاجات كتيرة جدا. إذا كنت مصمم إنك تسافر، ما تسافرش لوحدك. أجي معاك. خايف عليا؟ لو ما كنتش هخاف عليك أنت، هخاف على مين؟ أنا ليا مين غيرك في الدنيا؟ الو، أنسة الشهيرة؟ أنا المرجوشي، المرجوشي الفلكي صاحب المرحوم والدك. في موضوع مهم عايز أكلمك فيه. ما أنا لازم أعترف لك بكل حاجة. فين؟ مقبرة الملوك؟ أيوه أيوه عارفاها. رحتها في رحلة مع الجامعة. حاضر، هكون عندك في الميعاد. أنا نفذت كل اللي حضرتك قلتيه. الحقنة. اديني الحقنة بقى، أبوس إيدك الحقنة. دلوقتي بس